ورجعنا لكم بعد الفاصل في حلقة فتة مختلفة بالفواكه المجففة واللحمة. عملنا اللحمة وأنا غطيتها وزودتها شوية شوربة، يعني حوالي نص كوباية شوربة اللحمة اللي احنا عاملين منها برضو الرز، سبتها تستوي وكانت دي النتيجة. حتى لو احنا ما زودناش الشوربة، هنعمل بقى دلوقتي مع بعض آخر طبقة من الفتة. وطبعا زي ما انتم شايفين او انتم عارفين، احنا عملنا القمر الدين بالنشا والسكر المهلبيه، انا زودته بس معلقه ميه ورد وحطيته في كاسات وحطيته في الفريزر علشان يبرد. لازم يعني انا عملته في الفريزر علشان الوقت، وانتم في البيت هتحطوه في الثلاجه وتستنوا عليه لغايه ما يمسك نفسه كده عشان نكمل بقيه الطبقات. احنا هنشتغل هنا دلوقتي في الطبقه الاخيره من الفتة. انا عندي الزبدة، حط معلقة زبدة بسيطة كده كده، يعني زي ما قلت لكم الطبق دسم شوية، الزبدة اللحمة والرز كمان خلص عندي وانا حطيته على جنب. طبعا الفتة لازم تتقدم سخنة، عشان كده اللحمة سخنة والرز سخن والمكسرات كمان هتبقى في الاخر سخنة. انا هستنى بس الزبدة تسيح حاجة بسيطة. وعايزة اقول ان احنا العيش بتاعي اللي انا هستعمله في الفتة، ادي العيش بتاعنا، العيش البلدي او اللبناني متقطع مربعات ومتحمر في زبدة بفص مستكة، بيدي طعم وبيدي نتيجة حلوة قوي. ادي كده الزبدة، حط بقى البصلة بتاعتي، بصلة بردك مفرومة متقطعة صغير قوي، وهحط كمان فصين ثوم مفرومين كفاية كده عشان الثوم موجود كمان في اللحمة فما يبقاش ثوم كتير معايا. عارفين يعني زي ما احنا بنعمل الفتة العادية بتاعتنا كده ونعمل لها طشة كده بالثوم، احنا بنعمل لها طشة بس بالفواكه بقى او المكسرات كمان. نقلبها بالشكل ده، انا مش عايزاها تدبل قوي. هجيب بقى الحاجات بتاعتي، انا عندي التين متقطع مربعات صغيرة هحطه بالشكل ده كده واقلبه، وعندي القراصية نفس الكلام اهي، الريحة بقى تبقى جميلة ومع البصلة بتبقى حلوة قوي، وعندي المشمشية والزبيب، يعني طبق غني جدا. لو ما حد في حد ما بيحبش نوع من انواع الفواكه دي ممكن يستغنى عنه، يعني مش ممكن يبقى نوع واحد ما دام مش متوفر عندنا. حط الزبيب، هو طبق غني جدا وطعمه بيبقى حلو. وهضيف انا بقى نوع من المكسرات، انا عندي لوز محمص، ممكن يبقى بندق، ممكن يبقى فستق، ممكن يبقى النوع اللي انتوا، ممكن يبقى سوداني، النوع اللي انتوا بتحبوه. انا عايزه بس اقلبه كده تكون المكسرات اخدت طعم البصله بالثوم، وهديها حاجه بسيطه رشه جوز الطيب. ادي كده رشه بسيطه وهقلبها كده، هسيبها بس دقيقتين على النار قبل ما احطها كطبقه اخيره كده. وهنعمل حاجه مع الكاسات بتاعه القمر الدين، انا عندي الايس كريم بالشكل ده، نجيب بوله وهحطه ايس كريم فانيليا، انا مختاره الفانيليا اهو عشان يبقى عندي الوان في الطبق. عارفين يعني انا غاويه الالوان. وعندي حاجه حلوه قوي، عندي المشمش، المشمش انا عملته على النار بنص معلقه سمنه مع معلقه سكر عشان يعمل كراميل كده شويه، هحطه مع الايس كريم كده اهو وهقلبه سوا. طبعا الايس كريم ساقع والكاسات ديت لما هنحطها في التلاجة هتتقدم ساقعه كده اهو، وهديلهم شويه كريمه، يعني كاس كده محترم مكلف.
انا عندي الكريمه كده، بس ده كده هحط ايه شويه كريمه. ده نزلت من حته تانيه مش مشكله، احنا الهدف ان احنا عايزين طعم الكريمه معانا بالشكل ده كده اهو كده. انا عايزه طعم الكريمه بالايس كريم بالمشمش. انا عايزه اقلب بس هنا تقليبه، ده كفايه قوي كده خلاص. دي جاهزه عندي، والبوله دي جاهزه حطها على جنب عشان وقتنا خلاص بيجري بيجري. هنعمل ايه بقى؟ الفته. هنجيب اول حاجه العيش المحمص اللي احنا حاطينه، زي ما قلنا عملناه في معلقه سمنه مع فص مستكه بالشكل ده كده. انا عايزاه يبقى محمص حلو كده، حط دول كمان. وهجيب الرز، طبعا البهارات اللي احنا حطيناها في الرز لو احنا مش عايزينها تبان معانا هنشيلها، يعني احنا المهم ان احنا اخدنا الطعم بتاعها. ادي كده ريحته حلوه قوي، وريحه القرنفل باينه، يعني كل حاجه بنحطها بتبقى باينه واضحه عندنا بالشكل ده كده اهو بالشكل ده. انا مش هحط، ان انا لسه عايزه احط طبقه من الرز مره تانية، هخليه على جنب. وهجيب اللحمه، اقول لكم طبق متكلف كده، احط اللحمه بتاعتي بالشكل ده كده، ريحه رائعه. عارفين تقطيعه الشاورما هي التقطيعه بتاعه اللحمه دي كده اهو، ادي كده حتى بالصوص بتاعها كده، يعني لما تحطوه هينزل على الرز ويدي طعم جميل كده. كفايه اللحمه، هرجع تاني احط طبقه من الرز عشان احط عليها المكسرات. ممكن يعني ايه ما نكترش قوي الرز لو انتوا مش حابين تبقى كميه الرز كتيره بالشكل ده كده اهو، بس نظبطها عشان يبقى شكل طبقنا اهم حاجه. الشكل يا جماعه لازم يبقى الشكل حلو كده، كفايه انا مش هكتر اكتر من كده رز، شيله على جنب. واجيب طبقه المكسرات بالشكل ده، ريحه جميله، والبصل والثوم بيدي طعم جميل قوي. ادي كده كفايه حلوه قوي، ادي طبق الفته بقى جاهز عندي. ده كده بقى طبق الفته جاهز عندنا، نحطه كده على جنب بس ايه نظبط قبل ما نجيب الكاسات عشان نحط الطبقات بتاعه الكاسات بتاعتنا عشان يبقى مطبخنا شكله حلو ده. نجيب بقى الكاسات بعد ما احنا زي ما قلنا نحطها في التلاجة عشان تبقى ساقعة. واجيب بقى المكسرات بتاعتي، انا عندي المكسرات عبارة عن فستق ولوز مع بعض مبشورين. هاخد طبقة كده واحطها فوق القمر الدين بالشكل ده كده، لان انا هحط تاني شوية مكسرات فوق الوش كده، وبعدين نحط الايس كريم. طبعا احنا بالنسبه لنا كده الايس كريم ساح، فاحنا هنرجع نحطه في التلاجة تاني عشان يبقى الكاس ماسك نفسه ويبقى حاجه ساقعه كده اهو كده. نحط تاني هنا، حتى لو حطيناه شويه في الفريزر الايس كريم هيمسك اكتر بالشكل ده. نحط تاني هنا بالمشمش، مهم حاجه المشمش يا جماعه بالشكل ده كده. ب
بالشكل ده كده، والايس كريم بيبقى ماسك نفسه، بس احنا عشان قلبنا جامد فيه المشمش عشان كده هو بقى سايح عندي. واحط له تحت شويه كريمه كمان بالشكل ده كده كده. ادي الكريمه، عملنا شكل حلو برضو اهو. نعمل هنا كمان ممكن نعمل كده، نعمل واحد تاني هنا. وطبعا احنا وقتنا خلص، فانا هكمل بقيه الكاسات بس هوريكم اخر حاجه هتبقى بالشكل ده كده مع المكسرات. عملنا الفته بالفواكه المجففه واللحمه، وعملنا كمان كاسات قمر الدين مع ايس كريم، حاجه طعم حلو قوي لازم يتقدم سائع. اتمنى الاطباق النهارده تكون عجبتكم وتجربوها، وصوما مقبولا وافطارا شهيا. اشوفكم بكره ان شاء الله.